لانطلاقة شوطنا الثالث عشر مع الفترة الصباحية التي نتمنى لجميع المتنافسين والقادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مثل هذه المحافل الرسمية وفي مثل هذه الختاميات لبطولات سباقات الهجن العربية الأصيلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولسيما في أن أول الختاميات هنا في أول الختاميات كذلك في دولة الكويت، وانطلاقات شيقة وتحديات ومنافسات كذلك مع الأشواط السابقة، الذي نهني جميع الفائزين بانتزاعهم للمراكز الأولى، ونتمنى الحظ الوفير لمن لم ينطلق أشواطهم حتى هذه اللحظات. ها هي الأشواط تتوالى على أرضية ميدان الشهيد، وهذه الشعارات على هبة الاستعداد لانطلاقة الشوط الثالث عشر بما تحمله من آمال، وما يحمله هذا الشوط من تطلعات لجميع هذه الشعارات التي قدمت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي في منافسات حافلة هنا على أرضية الميدان. وهذه القوة الحاضرة في مثل هذه الختاميات وفي مثل هذه المنافسات الكبيرة، لحظات وسوف ينطلق الشوط بما يحمله من آمال وبما يحمله من تطلعات وبما يحمله من أمجاد وكذلك شعارات قيمة هنا تتواجد مع شوطنا الثالث عشر. بسم الله وعلى بركة الله، انطلق الشوط الثالث عشر بتحديات هذه الشعارات التي توافدت وتواجدت وقدمت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. الأشقاء يتواجهون في مثل هذه المواجهات وفي مثل هذه المنافسات الكبيرة على أرض ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر، فمرحبا بالضيوف القادمين من مجلس التعاون الخليجي. انطلق مع الجولة الأولى التعريفية على المراكز الأولى المتواجدة هنالك مع المركز الأول مجال متواجدة في هذه اللحظات لحمد بن جار الله بن محمد البريدي الذي يتواجد شعاره على مقدمة الشوط، ولكن من تواجدت كذلك في هذه اللحظات الشرقية لإبراهيم بن عبد الله بن حمد الذي يتواجد مع انطلاقة الشرقية ومنافستها على المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الثاني، ومن تتواجد في هذه اللحظات الشاهنية تواجدت بانطلاقتها وبتحديات من يتواجد، نايف بن دوغان بن ناصر العجمي الذي يتواجد ويمثل لنا المشاركة الكويتية هنا على أرضية ميدانها تتواجد الشاهنية. نقلتنا إلى ثالث المراكز، ومن تتواجد هنالك الجزيرة بهذا الاسم الكبير بهذا الثقل الذي مع من انطلقت هنالك الجزيرة، أحمد بن محمد بن سالم العامري الذي يتواجد مع انطلاقة الجزيرة وبتحدياتها ومنافستها على المركز الأول مع المركز الأول مع الجزيرة. نقلتنا إلى ثاني المراكز، ومن تتواجد في هذه اللحظات تواجدت كذلك نوف بن محمد بن راشد بن سعد النابت المري الذي تواجد مع انطلاقته في ثاني المراكز ثالث المراكز. ومن القادمة في هذه اللحظات مستحيلة مع محمد بن سعيد بن محمد الجربوعي الذي وصل كذلك مع انطلاقة مستحيلة في هذه الأشواط القوية في أشواط التحدي في أشواط المنافسة، ولكن رابع المراكز من تتواجد هنالك في هذه اللحظات تواجدت الشرقية لإبراهيم بن عبد الله بن حمد الذي تواجد ويمني النفس بانتزاعي نقطة هذا الشوط. لكن نقلتنا إلى خامس المراكز، ومن تتواجد في هذه اللحظات كذلك من الواصلة وصلت في هذه اللحظات السبعة، نعم السبعة، لمحمد بن طحنون بن جابر الجبران المري، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى مقدمة التحديات، ولكن الجزيرة لا زالت مسيطرة على المركز الأول. الجزيرة بهذا التحدي الكبير بهذه المنافسة الكبيرة مع أحمد بن محمد بن سالم
العامري قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مثل هذه الأشواط القوية، في مثل هذه الأشواط الكبيرة نقلتنا إلى ثاني المراكز، ولكن التجاوز في هذه اللحظات وصلت نوف محمد بن راشد بن سعد النابت المري، كذلك قادم من المملكة العربية السعودية بتحديات وانطلاقة نوف على ثاني على أول المراكز، ثاني المراكز من وصلت مستحيلة وصلت بتحدياتها بانطلاقتها مع محمد بن سعيد بن محمد الجربوعي الذي يتواجد معه ثاني المراكز. يا سلام يا سلام، وصل الجماعة وصل الجماعة. ثالث المراكز من الواصلة في هذه اللحظات وصلت كذلك وانطلاقة مع الشرقية لإبراهيم بن حمد بن عبد الله الذي تقدم كذلك في ثالث المراكز. رابع المراكز من الواصلة في هذه اللحظات وصلت السبعة، وصلت السبعة نعم لمحمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري قادم كذلك من دولة قطر الشقيقة، نقلتنا إلى خامس المراكز أو خامس المركز نعم، وصلت في هذه اللحظات هنالك تيجان لراشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، ولكن الجزيرة لا زالت مسيطرة على المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو المنافسة، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو الأقوياء، كيلو التحدي. يا سلام، الجزيرة لا زالت مسيطرة على المركز الأول بالانطلاق والتحدي بمنافسة كذلك محمد بن راشد بن سعدان نابت المري، نعم قادم من المملكة العربية السعودية، ولكن الجربوعي وصل، الجربوعي وصل، الجربوعي مع مستحيلة، مستحيلة وصلت بتحدياتها بانطلاقتها مع محمد بن سعيد بن محمد الجربوعي الذي تواجد مع المركز الأول. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل، وصلت كذلك في هذه اللحظات من الواصلة هنالك الدوحة، الدوحة لجاسم بن علي بن عبد الرحمن وصل بتحدياته بانطلاقته، كذلك الأشقاء من دولة قطر وصلوا تحدوا تنافسوا. الله، الخمسمائة متر الأخيرة، 500 متر أخيرة، 500 متر خطيرة. يا سلام، من القادمة، من القادمة في هذه اللحظات هنالك سلام مع محمد بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، نعم رجل الخطوط النهائية والتحديات. يا سلام يا سلام، سلام لا زالت مسيطرة، سلام سلام تريد أن تذهب بالسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلام سلام نعم إلى أهل، إلى أهل الرماح، نعم التحدي المنافسة اللحظات الأخيرة، ولكن رجل الخطوط النهائية ينتزع المركز الأول مع سلام وانتزاع هذا الشوط الناموس، والتهاني لمحمد بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، تهانينا وألف مبروك للمراكز. كان الوصول مع الدوحة لجاسم بن علي بن عبد الرحمن، وكان ثالث المراكز، وبقية المراكز نتركها للجنة الخطية والتحكيم. مشاهدينا الكرام، بالفعل نتابع معكم أيضا على المراكز الأولى في هذه المسابقة، ونقول ألف ألف مبروك، والنتيجة طبعا عند أخوي المعلق عادل عزيز المطيري. صب عليكم بالخير. المركز الأول فازت فيه سلام محمد بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، وهذه ما هي غريبة عليه، راعي إنجازات، حصل على مراكز في مهرجانات، واليوم مشارك مهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وفازت سلام، وبالفعل ودت السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة محمل على ظهر سلام، نهني ونبارك لها على فوزها في المركز الأول. المركز الثاني كانت منافسة قوية من الكيلو المتر الأخير بين الدوحة وبين سلام، ولكن نصيب الأسد على قولتهم كان من نصيب سلام. الدوحة مع المركز الثاني راشد بن خالد أو جاسم بن علي عبد الرحمن اللي حصلت على المركز الثاني، ضيوفنا من دولة قطر الشقيقة، نرحب فيهم، نعم جاي يعاني من ميدان التحدي، نرحب في أخواننا دول مجلس التعاون مشاركتهم في هذا المهرجان، والف مبروك لفوز سلام في المركز الأول، ونهنئهم أيضا بهالمسابقة. 6 و5 دقائق 5 ثواني، بالفعل 6 دقائق و5 ثواني و60 جزء من الأجزاء الثانية، مبروك لهم جميعا على هذه المسابقة، وهذا طبعا المركز الثاني 6 دقائق و6 ثواني و20 جزء من الأجزاء الثانية، مبروك لهم على هذا الناموس وعلى هذا الإنجاز، وكذلك أيضا لجميع أيضا المتسابقين بنجاح وتطور من هذه المسابقات.